نتحدث عن واحد من أهم الأمراض، أسميها أمراض؟ الأمراض والحالات. الحالات يعني هي أقل من مرض، لاحقاً تتحول إلى مرض، بس هي فعلاً دكتور صارت رائجة جداً بالفترة الأخيرة بحكم اللايف ستايل. أنا دائماً أريد أعرب كل الكلمات بحكم النظام الحياتي اللي إحنا دائماً نعيشه هذه الأيام. أكثرنا لازمين للتليفونات لفترة طويلة، أو عندنا شغل مكتبي كثير، بالنتيجة مضطرين أنه نقعد لساعات طويلة على وضعية واحدة، وأعتقد هذا عدو للعمود الفقري. أكيد. شلون تحدثنا أكثر أنت عن هذا؟ أول شيء شكراً جزيلاً لاستضافتكم لنا اليوم في مجمع الطرف الطبي. أكيد مثل ما نعرف، مثل ما التكنولوجيا تطورت، الطب هم يتطور. الكثير من الحالات الآن بدأت إنه نقدر نعالجها بدون أي تدخل جراحي. الكثير من المرضى يريدون أصلاً ما يسوون عمليات ويتفادون عمليات الظهر وآلام أسفل الظهر والعنقية بأبسط ما يمكن من التمارين أو الأجهزة المتطورة الجديدة اللي نزلت حالياً. اليوم بفضل التكنولوجيا البريطانية الجديدة جبنا أجهزة للعراق حتى نتخلص من هذه العمليات ونقدر نساعد الناس يتخلصون من هذه الآلام. نعم. فالحالات مثل انزلاق الفقرات وتقوس العمود الفقري وآلام أسفل الظهر وآلام الرقبة، هذه كثير متواجدة حاليا في عند الشعب العراقي أو بصورة عامة عند الناس بفضل العمل، الجلوس على مكتب أو مثلا حمل الأثقال أو مثلا لايف ستايل نقدر نقول عليه شوية يكون مختلف أو تمارين غلط يسويها، فيكون يصير عنده حالات بالعمود الفقري اللي هو جدا حساس عندنا. فقدرنا الحمد لله والشكر ان نجيب هذني الأجهزة نخلص المرضى من العمليات في أقل ما يكون.